نستهل جولتنا في قراءة أبرز عناوين الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين، حيث كتبت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن بلدية شانغهاي أصدرت إجراءات جديدة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وهي إشارة إيجابية على أن البلد يواصل تعزيز انفتاحه وتكثيف جهوده لجذب الاستثمارات الأجنبية. بحسب الصحيفة، كشفت حكومة شانغهاي عن 20 إجراء يشمل 4 مجالات، من بينها تحسين استخدام رؤوس الأموال الأجنبية، تعزيز دعم تطوير المشاريع الأجنبية، وتحسين الخدمات للاستثمار الأجنبي. أما في كوريا الجنوبية، فقد توقفت صحيفة كوريا تايمز عند استعداد حكومة البلد لتشغيل مقيمين أجانب في القطاع العام، وأفادت الصحيفة أن وزارة تدبير العاملين ستطلق قاعدة بيانات للمرشحين الأجانب للشغل مناصب رفيعة المستوى في القطاع العام، وذلك بالنظر للحاجة المسجلة في الصناعات المزدهرة من قبيل الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي اليابان، أفادت صحيفة أساهي تشيميون أن اليابان أعلنت أنها تسعى لمنح الدول الصديقة مساعدة مالية لمساعدتها على تعزيز أنظمتها الدفاعية. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق بأول استثناء واضح عن القواعد التي تمنع استخدام المساعدات الدولية لأغراض عسكرية. وفي تايلاند، أشارت صحيفة بانكوك بوست إلى أن أكبر حزب معارض فوتاي أطلق حملته الانتخابية متعهداً بتوفير مستقبل أفضل للشعب التايلاندي من خلال زيادة الدخل، إصلاح النظام القضائي، وتحديث البنية التحتية لتحفيز التنافسية.